بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أن أتكلم عن أمر مهم يغفل عنه الكثير من الناس للأسف الشديد، وهذا الأمر ألا وهو مشاركة الشيطان الرجيم للإنسان في الطعام وفي الفراش. وهذا قد تكلم عنه العلماء وبينوه، وجاء فيه بعض الأحاديث. فالمسلم يجب عليه أن يحذر من الشيطان، لأن الله تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمن المفروض الإنسان يتحصن ويعرف مداخل ومخارج ومكائد ومصائد الشيطان لكي ينجو من هذا العدو اللدود الذي يدعو حزبه إلى السعير. وقد ألف العلماء كتب، وهذه الكتب تبين مكائد ومصائد الشيطان، مثل كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وكتاب ذم الوسوسة والموسوسين أيضا لابن قدامة المقدسي. فيجب على المسلم أن يتحرى و يراقب هذا العدو اللدود الذي يراقبه ولا يتركه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن بين المسائل التي يجب على المسلم أن يتحراها ويكون في حذر منها، ألا وهي فراش الشيطان، فراش الشيطان. فعندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله مرفوعا: لما تكلم النبي عن الفراش قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الأفرشة التي عند المسلمين في البيت منها فراش للرجل وفراش للزوجة لامرأته وفراش ثالث وهو للضيف والرابع للشيطان، والرابع للشيطان. فالإمام النووي رحمة الله عليه قال: وقيل إنه على ظاهره، يعني الحديث هذا على ظاهره، يعني فعلا الفراش الرابع يستعمله الشيطان، الفراش للزوج الذي ينام عليه الزوج، وفراش للزوجة التي تنام عليه الزوجة، وفراش للضيف، وفراش آخر، هذا يستعمله الشيطان. فالإمام النووي قال: وقيل إنه على ظاهره، وهذا هو الحق. لماذا؟ لأن الأحاديث تبنى على الظاهر، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتبنى على الحقائق الشرعية، مثل حديث: إن الشيطان يجري مجرى الدم من بني آدم. فعلماء أهل السنة قالوا: الشيطان فعلا يجري مجرى الدم، يجري على الحقيقة، وهكذا يحمل الحديث، لا يحمل على المجاز، يحمل على الحقيقة. قال الإمام النووي: وقيل إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. فالإنسان الذي يدخل عشاء
إلى بيته ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، يدخل الشيطان الجني ويبيت في هذا البيت الذي لم يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يذكر هذا الرجل على عشائه ضمن الشيطان المبيت والعشاء، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى لم يضمن لا مبيتا ولا عشاء. فأيضا الفراش، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. وأيضا أخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن قيس بن أبي حازم قال: ما من فراش يكون في بيت مفروشا لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان. ما من فراش يكون في بيت مفروشا لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان. وهذا حقيقة، الحديث الذي ذكرناه أن الرجل إذا دخل على أهله ولم يسلم، ماذا قال الشيطان لجماعته من الشياطين؟ قال لهم: ضمننا المبيت. أين يبيت إذا بات في البيت؟ أين يبيت؟ يبيت في الفراش المفروش الذي لم ينم عليه أحد، يبيت هذا الشيطان في الفراش المفروش الذي لم ينام عليه أحد. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يحضر في كل شؤون ابن آدم، يحضر في كل شؤون ابن آدم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام والرابع للشيطان فسره قيس بن أبي حازم: لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان. فالفراش الرابع الذي هو مفروش في البيت ولم ينم عليه أحد، هذا هو الذي ينام عليه الشيطان إذا دخل البيت، إذا دخل البيت. ونحن علمنا بأن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان ولا يجعله يبيت. نحن علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام، فلا يدخل الشيطان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفي رواية أخرى الذي تقرأ فيه سورة أو آية الكرسي وأواخر سورة البقرة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه معروف مشهور: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحفه الملائكة وتهجره الشياطين وتكثر بركته، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحفه الشياطين وتهجره الملائكة وتقل بركته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. فالبيت الذي يصلى فيه، والبيت الذي يذكر فيه الله، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم، هذا يفر منه الشيطان ولا يقربه الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يقربه الشيطان. أما البيت الذي لا يذكر فيه الله ولا يقرأ فيه القرآن، وإذا دخل صاحبه على أهله ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث، يدخل الشيطان ويبيت ويبيت. فالأحاديث بيّنت لنا أين يبيت الشيطان وما هو فراشه الذي يبيت عليه. هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان والرابع للشيطان. قلت فسره ابن أبي حازم فقال: لا ينام عليه أحد إلا نام عليه الشيطان. فالفراش المفروش في البيت والمفروش في الغرف الذي لا ينام عليه لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الضيف،
هذا هو الذي يبيت عليه وينام عليه الشيطان إذا لم يذكر اسم الله ولم يقرأ القرآن في ذاك البيت. وهذا الفراش هو المتخذ دون حاجة إليه، وهذا يدخل أيضا في الإسراف، وهذا أيضا يدخل في باب الإسراف. هناك الكثير من الناس عندهم أفرشة يعني ليس لهم حاجة بها، فهناك أفرشة نحتاجها حقيقة، نضعها في الصالة ونضعها في الغرف، نستقبل بسببها الناس والضيوف، فهي للضيوف. لكن هناك أماكن موجودة في البيوت فيها أفرشة كثيرة جدا، حتى أنا رأيت في يوم من الأيام مقطع لبيت يضعون الفراش على الجدران، يضعون فراش فاخرة على الجدران، يكسو الجدران بأفرشة، وتلك الأفرشة للنوم، وتلك الأفرشة توضع عند الفقراء للنوم. فمن باب الإسراف أن نزخرف الجدران والحيطان، نزخرفها بالأفرشة التي يحتاجها الفقراء والمساكين، والتي أصلا تستعمل للنوم. فهناك الكثير من البيوت عندها إسراف كبير، عندها أثاث وعندها أفرشة وعندها أواني لا تحتاجها، قد لا تستعملها السنة كاملة. تجد بعض البيوت عندهم أثاث، ثلاث أثاث، أربع أثاث، خمس أثاث، ولا يستعملون أثاثا واحدا، مثلا إبريق الشاي وإبريق القهوة وكؤوس الشراب، تجد عندهم بالأربعة خمسة ستة ولا يستعملون إبريقا واحدا في السنة كاملة، في السنة كاملة لا يستعملون إبريقا واحدا. وأنا دخلت إلى بيت كانت فيه امرأة تحتاج إلى رقية، وكانت أيضا قد أعلنت إسلامها، هنا عندنا قد أعلمت إسلامها وهي من بلجيكا. دخلت إلى بيت فيه أثاثا، وجدت فيه ثلاث، في الحقيقة تلفاز، ثلاثة تلفاز في كل زاوية، تلفاز في كل زاوية تلفاز، فهذا يدخل من باب الإسراف. فدخلت أنا في بيوت وجدت فيها أثاث يعني غالية جدا ولا يحتاجها أهل البيت، فهذه الأشياء تدخل في باب الإسراف. إن شاء الله كلامي واضح في هذه النقطة، إن شاء الله كلامي واضح في هذه النقطة. أعيد لكم الحديث النبوي، ويجب علينا أن نعمل بنصائح وإرشادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم اتباع خطوات الشيطان ومكر الشيطان والحذر من الشيطان وعدم الدخول في باب إضاعة المال وفي الإسراف وفي التبذير، وهذا كله يحبه الشيطان اللعين. فيجب على المسلم أن يحرص على نفسه من هذا العدو اللدود الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا، وهذا العدو لا يغفل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، ولا ينام ولا يقبل الرشوة، لا ينام ولا يغفل عن الإنسان لحظة ولا يقبل الرشوة. فيجب على المسلم أن يحتاط لدينه ولصحته ويحتاط لعقله. فقلت الحديث نعيده ونكرره للفائدة،
وهو حديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله في الأفرشة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. العلماء قالوا معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان، لأن الشيطان يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. فالإنسان يجب عليه أن يحذر من خطوات الشيطان. إن شاء الله يكون الحديث هذا واضح مفهوم بين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من عنده سؤال يتفضل مشكور، إن شاء الله نجيب عن سؤاله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسنتكلم لاحقا إن شاء الله عن مسألة أخرى من مسائل الدين إن شاء الله.